أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد الناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لمنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، حيث تناول الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في لبنان. واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع في لبنان، وأكد على استمرار تقديم مصر لكافة الأشكال من الدعم السياسي والإنساني للبنان في ظل ما يواجهه من ظروف دقيقة وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.